جودي مقطع يا حبايب، نزلتكم مقطع على قناة الثانية عن زواج بيسان اسماعيل يا حبايب، ومكلموا اياه واشياء كلش نار. الصراحة المقطع يا حبايب اخذ مني فوق 12 ساعة مونتاج. اتمنى يا حبايب تقدرون هذا التعب على قناة مملكة المشاهير. نزل المقطع مقطع كلش نار، راح احط لكم الرابط بالوصف التعليقات اللي الكل يروح يشوفه. الخبر الاول اللي عدنا عن محمد جواني وتنزيل هذا البوست اللي كان كاتب عليه انه هذه الصورة اذا وصلت 50,000 كومنت راح انزل لكم باكر يا حبايب حفلة عيد ميلاده اللي راح يكون بها الصلح التاريخي بين نورمار وباريتادا، والتفاصيل اكثر. فكتنا يا حبايب بالكومنتات ايش انتم متحمسين لهذه الحفلة العيد ميلاد اللي راح يسويها. ننتقل حاليا للقمر الطائي، واخيرا بعد 3 ايام يا حبايب تقريبا ما قاعده تنزل اي شيء، عبانه انه هي مخطوفه ما ادري صراحه. واخيرا يا حبايبي اليوم تنزل على حساب زوزي مالتها، هذا اللي سوري كانت تعلن المقابله سويتها ويا لايف ستيج. فكتنا شو رايكم بهذا الخبر وجيتوا فرحانين بعودتها. ننتقل حاليا لياسو وبيسام تكت يا حبايب، وبعد ما هم كانوا مسافرين منزلين شويه ستوريات من داخل المطار ومن داخل السفره مالتهم، قالين انهم مصورين فيديوهات. واخيرا يا حبايب نزل شويه ستوريات من داخل الطياره، وياسو نزلت هذا الستوري تقول واخيرا رجعت على البيت. ولكن الشيء الصادم يا حبايب وسام تكت بالستوري نزله هو اول ما رجع اسطنبول انه كان مسافر غير محافظة التقى ويا بيسان تكت. هذا الحالة يا حباب هو يأكد انه ماكو خلاف بيناتهم صاير حاليا، وبس وقت انه واضح انه مشتاق لها بحيث اول ما رجع لاسطنبول راسل التقى وياها. فتوقع يا حباب ممكن هو الى الان يحبها وممكن يرجعون لبعض، ما ادري صراحة يا حباب بالكومنتات شنو توقعاتكم لهذا الموضوع. طبعا بالنسبة للفيديوهات اللي صوروها ياسو ويا وسام تكت ويا بعض، فهذه المقاطع يا حباب راح تنزل لكم يوم الاحد على قناة فافا نابولي اول فلوق سفر. فكتنا بالكومنتات ايش قد متحمسين لهذا المقطع. وننتقل حاليا لنورمار وتنزل شوية ستوريات قاعد يعلم من خلالها انه باكر راح ينزل لنا مقطع عبارة عن المقلب اللي سواه بمحمد مار، ويكون المقلب كلش ناري راح ينزل لكم باكر الساعة بالاربعة. وبالاضافة يا حباب نزل شوية ستوريات ويا يارا عزيز وبنفس الوقت برهوم واسلام، وقاعد يعلم من خلاله انه هم راح يصورون يقطع ويا بعض وراح ينزلوا على قناة يارا عزيز. وشفت صورة تضحك ويا برهوم المعراوي من داخل الحمام، راح اعطيكم الستوريات تشوفوها. تعدين لفيديو بكرة على اليوتيوب، خليكم جاهزين بكرة الساعة 4 والساعة 5 بتوقيت الامارات لفيديو مقلب خرافي. باي. جماعة الخير، صورنا فيديو انا ويارا واسلام وجيسيكا وبرهوم هنيك. مهم راح ينزل بقناة يارا بكرة. خليكم هذا فيديو برهوم في مشفى كلاب، الاول طابق قالوا لا والثاني طابق قالوا ايه، بتعرفون؟ واللي سكتوا بيطلعوا كلاب، بتعرفون؟ لا عم يحكوا كلاب، لا لا ما ما بتصير ما بتصير ما بتصير. ننتقل حاليا انا شايب يا حبايب، وللاسف تكر حسابه. بعد ما تكر حسابي الاول كان بمليونين، حاليا يا حبايبي تكر حسابي الجديد اللي ب 400,000 في حساب الاحتياط الفتحه. ما ادري صراحه ليش مستقصيه هذا الولد، على كل ان شاء الله يرجع لحسابي يا حبايب اسرع وقت. واكتبوا لنا بالكومنتات من توقعون ورا تكر حساب انس الشايب الجديد. بالختام يا حبايب نارين بيوتي والتحدي اللي سويته للمتابعين مالته انه اذا وصل البوست اللي نزلته شيرين البرومو مال فيديو كليب مالته مليون تعليق، راح تنزل الاغنيه مال شيرين قبل يوم 10 بالشهر الموعد المعتاد يعني. والبوست يا حبايب وصل مليون تعليق. فنزل شوية ستوريات نارين جات كوش مصدمة انه وصل مليون تعليق، وتقول انه الاغنية راح تنزل لكم قبل يوم 10 بالشهر. اعطيكم الستوريات مالتها عم تفتهمون اكثر وشوفوا الستوريات مالتها. بوست شيرين وصل لمليون تعليق، ما بعرف انتو شو، بس كل مرة بتصدمونا اكثر واكثر، يعني ما بعرف صراحة انا واهلي شو عاملين لحتى نستاهل القد هالحب وهالدعم كلياته منكم. بس بدي اقول انكم بتجننوا، وبدي اقول انه شيرين ما بتعرف وين بدها تروح بحالها، محتاره على الغنيه ايمتى حتنشرها. بس فينا نخبركم على اكيد انه غنيه شيرين مثل ما نحن تحدينا بعض، غنيه شيرين حتنزل قبل 10/10. سو هلا انا مستلمه شغل التعديل وهذا، فحاحكي مع المعدلين بكره حيردوا لي خبر على الاكيد ايمتى الغنيه حتنزل، بس اكيد قبل 10/10. ما بعرف انا فيني هلا اليوم اروح وانبسط لانه البوست وصل مليون تعليق، يعني ما بعرف قد ايه انتم متحمسين لاول اغنيه لشيرين. بس فكروا بالكومنتات قد متحمسين انتم لاغنيه شيرين بيوتي الجديده. وبس والله احبايب نهضت المقطع اللي تسول المقطع نزلت على قناتي الثانيه مملكه المشاهير، ورابط بالوصف ورابط بالتعليقات، الكل يدخل هناك يا حبايبي يشترك بالقناه فجر المقطع لايكات. وبس كانكم في الزين وقناه مملكه القصص، احبكم وبس مع السلامه.